الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ارتبط اسمه بشائعات كتير عن تعدد علاقاته النسائية وتعدد جوازاته السرية اللي كان أغلبها من الفنانات، ومن أبرزها جوازه السري من الفنانة المصرية سميرة صدقي. فهل فعلا القذافي اتجوز الفنانة سميرة صدقي في السر؟ تعالوا نعرف التفاصيل في خمسة بالعربي. الفنانة سميرة صدقي اتكلمت عن الشائعة اللي طردتها وهي جوازها السري من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وده وقت تقديمها لعدد من العروض المسرحية في ليبيا، وقالت إنها كانت بتقدم المسرحيات مع فرقتها من خلال التوجيه المعنوي الليبي، وإن عمرها لا هي ولا الفرقة بتاعتها قابلوا القذافي ولا مرة، وقالت كمان إن الشائعات دي مش بتضايقها خالص. سميرة صدقي قالت إن كان في فرق تانية بتقدم عروض مسرحية خاصة قدام الرئيس معمر القذافي، بس هي وفرقتها كان شغلهم مختلف، وإنها قدمت عروض مسرحية مع فاروق فلوكس وإبراهيم خان وفاروق نجيب أمام عدد من العسكريين في ليبيا. أما الفنانة الكويتية حليمة بوند بقى فزودت الشكوك عن علاقة القذافي بالفنانات، وده بعد تصريحاتها في لقاء تلفزيوني قالت فيه تفاصيل مثيرة عن علاقتها بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وقالت إنه كان طيب وحنون وكريم معاها لأقصى درجة، وإنه كان بيحب يتفرج عليها ويناقشها في الفوازير بتاعتها وهما مع بعض. بس رغم ان معظم الشائعات اللي طلعت على علاقات القذافي الغرامية مع الفنانات اتكذبت، الا ان الكتاب اللي اصدره الكاتب الصحفي محمد الباز بعنوان مجنون ليبيا كشف كتير عن علاقات القذافي المشبوهة. الباز قال في كتابه انه قدر يجمع شهادات من سياسيين ودبلوماسيين مصريين كانوا على تواصل مباشر مع القذافي، وانهم كلهم اكدوا انه كان سلوكه منحرف بشكل كامل، بس سطوته كانت كفيلة بحمايته، وان التجاوزات دي ما تخرجش للنور. الكتاب بيقول كمان ان مغامرات القذافي الغرامية لا تعد ولا تحصى، وانه كان بيتجوز بورقة مدة صلاحيتها ساعات محدودة، وبعدها بينسى الورقة وينسى صاحبتها كمان. واحد من الكتاب السياسيين الكبار استعان بيه الباز في كتابه وقال ان العقيد كان بيخاف على نفسه من الاصابة بالامراض، وعشان كده كان بيميل للعلاقات مع العذارة والفنانات المشهورين وزوجات السياسيين والدبلوماسيين، وانه كان برضه بيعمل لهم تحاليل طبية عشان يتأكد من سلامتهم. ومن المفاجأة اللي كشف عنها الباز في كتاب مجنون ليبيا إن واحد من السياسيين المصريين واللي اشتغل فترة طويلة داخل الأجهزة الأمنية المصرية قال إن الرئيس الليبي الراحل كان عايز فنانة مصرية شهيرة تزوره في القصر بتاعه، وإنها بعد ما راحت قرر يعمل لها تحاليل، وفضل مستني النتيجة بتاعتها 3 أيام قبل ما تحصل بينهم علاقة عشان يطمن على سلامتها ويطمن على نفسه في نفس الوقت.